انا كان عندي مسلسلين في رمضان، كان ولي العهد وكان ارض النعام. بصراحه اعتذرت عن ارض النعام لسبب انه انا كان عندي دور، اي نعم هو مش قصير ولا هو طويل، بس انا ما اخترتش انه يكون دور طويل قد ما اخترت انه دور يكون مؤثر وفعال والناس حباه. فانا ما حسيتش ان الدور انا هقدم فيه حاجه جديده، بالعكس الدور انا شفته قبل كده او عملته قبل كده بمعنى اصح، وتكرر كتير. فانا عشان كده حابه ان انا اقدم حاجه جديده ان شاء الله مع لجمهوري بعد غياب 3 سنين. كان عندي ولي العهد، كانت القصه عجباني قوي وكنت حابه استمر فيه واعمله، كان دوري حلو قوي. بس للاسف الشديد انا عندي فيلم في العيد الكبير ان شاء الله، مطلوب مني ان انا ما اتكلمش عن اي حاجه خالص، لاني انا عايزه اقول لك لسه ما قريتش سكريبت، فمش فاهمه اي حاجه في الدور. بس انا هقول لك ان هو فيلم اكشن. رمضان كم المسلسلات اللي موجوده، الواحد مش عارف هيتابع ايه ولا ايه ولا ايه، بس ببقى حريصه ان انا اتابع مسلسلات صحابي، حسن رداد، عمرو يوسف، ايتن عامر، خصوصا ان ايتن عامر كاتب كتابها قرب وهتتجوز وهتبقى عروسه زي القمر، بقول لها مبروك، ربنا يا رب يكملك على الف خير حبيبتي. وهي متالقه السنه دي في رمضان، فان شاء الله لازم اتفرج على العهد. كمان في بنات انا بحبهم، يعني في نجلاء بدر، في ايتن، في كندا علوش، كل الناس دي انا بحبها جدا، فعايزه اتفرج عليهم بجد. مش عارفه هتفرج على مين ولا مين. وبحب غاده عبد الرازق. بس عندي بقى اللي انا بقول ده اجدد حاجه في رمضان السنه دي، الف ليله وليله. الف ليله وليله فنان شريف منير، وفي استاذ عادل امام، انا متاكده انه هيكسر الدنيا السنه دي ان شاء الله.